معتصمو الخان الأحمر يتصدون للمستوطنين الإسرائيليين خلال اعتصامهم في القرية. غضب واستنكار عارمين في جلجولي جراء إطلاق نار على بيت مديرة مدرسة ثانوية. قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية لنقاش وقف إطلاق النار في إدلب. اقتحمت مجموعة إسرائيلية يمينية متطرفة قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة لاستفزاز المواطنين المعتصمين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات حالت دون دخول الجماعات الإسرائيلية المتطرفة إلى القرية. وجاءت هذه الخطوة الاستفزازية خلال تجمع المئات من الفلسطينيين الذين اعتصموا في الخان الأحمر تنديدا بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا التي رفضت التماس سكان القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وأمرت بهدمها وتشريد سكانها. هذه المعركة إما أن نكون أو لا نكون، ونحن كشعب فلسطيني وفي حركة فتح وكافة القوى الوطنية الموجودة حاليا وإخواننا المسيحيين الذين أيضا أموا اليوم الصلاة جنبا إلى جنب مع المسلمين، جئنا لنقول بصوت واحد فليسقط قرار ما يسمى بمحكمة العدل العليا. هذا قرار إسرائيلي مسيس، ونحن مصرون على أن هذا الجزء الغالي من وطننا بل الأغلى من وطننا القدس هو فلسطيني كامل بكل ما فيه من مآذن وكنائس. وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء التجمع السكني البدوي وهدمه وتشريد سكانه، وذلك ضمن المخطط الاستيطاني الهادف إلى هدم 46 تجمعا بدويا في القدس والضفة الغربية، حيث يهدف هذا المخطط إلى فصل القدس عن الضفة. هذا المخطط الأخطر الذي يمكن أن يواجه، لذلك نحن نعتبر الخان الأحمر والحفاظ عليه وعلى التجمعات الفلسطينية والسكانية البدوية الموجودة في محيطه هي بالحقيقة خط دفاع أمامي عن القدس الآن وعن بوابة القدس الشرقية. ولذلك القرار الفلسطيني الذي اتخذ بشأن دعم صمود أبناء الخان الأحمر وحركة الوقوف معهم بشكل واسع من القوى ومن المؤسسات ومن الفعاليات المقدسية والوطنية الفلسطينية إنما يعكس هذا الاهتمام وخطورة ووعي لخطورة هذا المخطط.